الاسم ندى جبريل التائب، إعلامية من مدينة مسرطة وطالبة ماجستير بكلية الفنون والإعلام. طبعا البيئة التعليمية اللي في كلية الفنون والإعلام طبعا هي يعني مجهزة بالكامل من ناحية المكتبة، من ناحية القاعات، من ناحية التجهيزات لطلبة الماجستير، بحيث إن هم يكونوا أكاديميين، إن هي تسهل عليهم العملية البحثية في دراساتهم، هم في دراسة الماجستير. المقررات الدراسية اللي هي موجودة في مرحلة الماجستير هي 10 مقررات، من كل مقرر فيها يعني تساعد الطالب في مرحلة الماجستير إنه هو يواكب لكل الأحداث اللي تصير في ليبيا يعني بالكامل، بكل جوانبها الاجتماعية والاقتصادية والسياسية. فالمقررات الموجودة في مرحلة الماجستير هي المواكبة لكل الأحداث وكل جديد في البلاد. بالنسبة للاستفادة من المقررات الدراسية، هي أعطتنا فايدة أكثر من ناحية الجانب الإعلامي والخطاب الإعلامي، كيف بيكون، شنو الأسس اللي ضروري يكون كل مؤسسة إعلامية تتبعها. فالمقررات مش هي من جانب الأكاديمي والدراسي فقط، وإنما حتى في جانب العملي، في جانب العمل الإعلامي. بالنسبة لتجربة الشخصية، بحيث إن هو لما يدير مقارنة ما بين المقررات الدراسية في مرحلة الماجستير وما بين العمل الإعلامي، يكون في متشابه مع بعض، طريقها، الطرق والأسس، الخطوات المفروض إن هو كل إعلامي يدرسها، المواكبة لكل جديد، لتطور جديد للتكنولوجيا، يعني هي مواظبة لها بالكامل. هما بعد ما ينتهوا من مرحلة الماجستير ويستفيدوا من المقررات الموجودة فيها، هيعرفوا كيف يتعاملوا مع الخطاب الإعلامي لكل مؤسسة إعلامية، سواء صحافة أو إذاعة أو تلفزيون، يعرفوا حتى الأسس والخطوات المفروض إن هما يطبقوها حتى يكون خطاب إعلامي صحيح ومتميز، حتى يستقبل الجمهور بكل موضوعية، بكل حيادية. يعني هو الأفضل يكون الخطاب حيادي وموضوعي. من المقررات الدراسية اللي احنا ندرسوا فيها، ضروري ما يكون الخطاب إعلامي موضوعي وحيادي، ويكون مواكب لكل الأحداث ونقل الحقيقة كما هي.